وليد الرقراقي مظلوم أم بيمبا كيكذب بالدليل والبرهان صوت وصورة. لاحظوا وحكموا الخوت. اللقطة غتبدأ من هنا من اللي طاح بيمبا وبقى كيتبوحط وقال لاربيط جيب لي الباياص هذاك اللي تيهزو فيه اللعبة باش يخرجوهم. لاربيط عاقبيه باللي كيتبوحط قال ليه نوض خرج على رجلك راك قاد تمشي. بقى بيمبا كيعجن في الهضرة مع لاربيط خدا صفرة وملي وقف وبدا كيتمشى بلا ما يعرج ما والو اكد انه كان غير كيتبوحط وباغي يضيع الوقت. وشوفوا هنا اش قال الحاكم قال ليه راك واكل يعني راك شاد الرشوة وهذا في حد ذاته اتهام خطير خص الكافي يشوف فيه. ومن بعد ما صلى الماتش والدنيا هانية والسما صافية السيكم بيمبا مش عطا وجهه لجهة المنتخب وبدا كيدعي وكيستفز في عناصر المنتخب الوطني. وليد الرقراقي شاف داك الديكور جمد ليه يديه بكل روح رياضية. المهم الخوت مبيمبا تجاهل وليد الرقراقي بطريقة مستفزة وقال شي حاجة. وليد غادي يرد عليه وغيقول ليه حتى هو شي حاجة. وهنا مبيمبا غايدير داك الحركة الغير أخلاقية ومن ثم غادي تكهرب الوضع. وبما أن مبيمبا إنسان كيبين للناس أنه متدين وكيدعي الله فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وانطلاقا من داك الشيء اللي شفنا اتضح منطقيا أن بيمبا هو اللي بدا المشاكل إذن هو اللي ظالم. قل جاء الحق وظهر الباطل إن الباطل كان زهوقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.